السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Superior mesenteric artery. Superior mesenteric artery ده يا جماعة بيبتدي من الفرونت of the aorta عند اللور بوردر of L1 vertebra. خد بالك L1 vertebra دي بيطلع عندها الاثنين. Celiac trunk عند الأبر بوردر of L1 والسوبير ميزنتريك عند اللور بوردر اوف L1. ودي بتيجي على فكره كتير في الام اس كيو لخبطتك ما بينهم. السوبير ميزنتريك ده بقى بينزل يا جماعه داونورد داون اند تو ذا رايت عشان ينتهي قريب قوي من الاليوسيكال جانكشن. بينتهي قريب قوي من الاليوسيكال جانكشن بان هو بيعمل انستموزس مع برانش من البرانشات بتاعته. بيعمل انستموزس مع برانش اسمه اليو كوليك ارتري. طبعا السوبير ميزنتريك ده اتفقنا ان هو الارتري اوف ذا ميد جت، يعني بيغذي لك من اول امبولا اوف فاتر لحد الجانكشن بتوين رايت تو سيرد اند ليفت وان سيرد اوف ترانسفيرس كولوم. ايه بقى الريليشن بتاعت السوبير ميزنتريك ارتري؟ مهمه قوي دي الريليشن دي عشان نراجع الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. انت خدت قبل كده البادي وبنكرياس ولا ما خدتوش؟ شرحنا مع بعض وخدناه، وكان ورا البادي وبنكرياس. هنا البنكرياس انا قصه اهو، قص البادي وبنكرياس. السوبير ميزنتريك ارتي دون بيطلع ورا البادي وبنكرياس، ودي ريليشن متكرره. احنا خدنا قبل كده البادي وبنكرياس وراه في اتنين ارتريز واتنين فينز. انت اهو ورا البادي وبنكرياس في الاورطة وطالع منه الاورجن اهو اوف سوبير ميزنتريك ارتري. وفين بقى التو فينز؟ في فين يا جماعه اهو فوق الاورجن اوف سوبير ميزنتريك، وده الفين اللي اسمه سبلينيك فين، وفين اهو تحتيه على طول تحت الاورجن اوف سوبير ميزنتريك اسمه الليفت رينال فين. فما تنساش دي اهي ريفيجن للي احنا كنا خدناه زمان للبادي وبنكرياس، وراك اتنين ارتريز وراك اتنين فينز بجانب بقى طبعا الحاجات التانية. فدي ريليشن متكررة وقت كده هو ريمبر ريليشن اوف بادي وبنكرياس. وبعد كده حاجة برضو خدناها مع بعض قبل كده، السوبير ميزنتريك ارتري دون هيروح نازل، فينزل بقى يعدي قدام مين؟ يعدي قدام الانسينيت بروسيس اوف ذا هيد وبنكرياس، ويعدي قدام السيرد بارت اوف ذا ديودنم. احنا خدنا قبل كده هو الانسينيت بروسيس اوف بنكرياس، وكان قدامها مين؟ السوبيرو ميزنتريك فيسل، الارتري والفين. وهنا بقى ناخد بالنا ان السوبيرو ميزنتريك ارتري على الشمال و السوبير ميزنتريك فين بيكون على اليمين وهم ماشيين مع بعض. ليه بقى؟ تفتكرها دي من ايه؟ تفتكرها ان الاورطة على الناحية الشمال وطالع منه اكيد السوبير ميزنتريك ارتري على الناحية الشمال، بينما لازم السبلينيك فين يكون على اليمين. ليه؟ لان السوبير ميزنتريك فين لازم يكون على اليمين، عشان السوبيرو ميزنتريك فين على اليمين عشان رايح يقابل السبلينيك فين بيهايند النيك اوف بنكرياس يمين الاورطة عشان يعملوا الفين المشهور قوي ده اللي اسمه البورتال فين. ماشي. وفي الرسم الحلو قوي دي كمان باين الثلاثه ستراكشرز الحلوين بتوعنا اللي في الفري بوردر اوف السرومنتا. هو صحيح مش موضوعنا بس باينه حلوه قوي الصراحه، يبقى ذاكر عليها. هو الهيباتيك ارتري وهو طالع هو على الشمال، ويمينه الكومن بايل داكت، ووراهم البورتال فين، وورا البورتال فين كمان في الانفيرو فينا كيفا. حلوه قوي الرسمه دي، بقى بص عليها وانت بتذاكر الحاجات دي. نرجع تاني للسوبيرو ميزنتريك بتاعنا. السوبيرو ميزنتريك اهو نازل على الشمال كارتري، وعلى يمينه السوبيرو ميزنتريك فين، يعد قدام الانسينيت بروسيس اوف ذا هيد اوف بنكرياس والسيرد ايه بارت اوف ذا ديودنم. هنا دخل السوبيرو ميزنتريك فيسلز بقى في الحته المشهوره بتاعتها،
مش السوبر ميزنتريك يا جماعه، ده الارتيال سبلاي والفينس درينج بتاع الجيوجنام والإيليم. فلازم بقى يخش هنا هو بقى في مين؟ في الروت اوف ميزنتري اوف سمول انتستين، وينزلوا على البوستيرو ابدومينال وول، يعملوا كروسنج لنفس الاستراكشرز اللي احنا خدناها زمان في الروت اوف ميزنتري اوف سمول انتستين. فهم بقى نازلين هيعملوا كروسنج لمين؟ بص كده بقى للرسمه دي، اهو ده الاورجن اوف سوبير ميزنتريك ارتري، وهيتنوا نازل طول عمره السوبير ميزنتريك ارتري دايما على الشمال والفين بتاعه على اليمين عشان يروح يعمل البورتال فين اللي يمين الابورتا. ونازلين اهم بقى الاثنين قدام الانسينيت بروسيس اوف ذا هيد اوف بنكرياس، قدام السيرد بارت اوف ذا ديودينم، ودي خدناها في ريليشن اوف سيرد بارت اوف ذا ديودينم، كنت قلت لك السيرد بارت اوف ذا ديودينم قدام بيعدي قدامه ايه؟ السمول انتستين وملحقاتها، ملحقاتها البلاد سبلاي بتاعها والروت اوف ميزنتري بتاعها، صح؟ فادي اهو في الروت اوف ميزنتري دخلنا ونازلين قدام السيرد بارت اوف ذا ديودينم، وهنعمل كروسنج بقى لايه؟ الارتري هيعمل كروسنج للاورطة، للانفيرو فينا كيفا، والسوس ميجور بالثلاث حاجات اللي عليها. دايما نحفظ السوس ميجور دي معدي عليها ثلاث حاجات، الانبوبه دي اللي جايه من فوق اللي هي مين؟ الرايت يورتر، وعليها كمان ماشي جونادل فيسلز، جونادل فيسلز، والنيرف ده اللي انا مظلل له الاسود اللي اسمه جينيتو فيمورال نيرف، ماشي. طبعا في معظم الكورس بتاعه من اول ما ظهر هنا على وش الدنيا من تحت الهيد اوف من تحت البادي اوف بنكرياس، اول ما ظهر من تحت البادي اوف بنكرياس من اول هنا لحد اخره، ايه اللي قدام السوبيرو ميزنتريك فيسلز؟ قدامه البلاو دي كلها، قدامك الستة متر دول، قدامك طبعا مال الدنيا هنا هو مين؟ لوبس 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 اوف سمول انتستين. يا ترى بقى ايه البرانشز بتاعت ال سوبيرو ميزنتريك ارتري بالترتيب؟ بالترتيب يا جماعه، اول برانش بيطلع من السوبيرو ميزنتريك ارتري، البرانش ده وان. ايه البرانش ده؟ ده البرانش بقى اللي هيرد على السوبيرو بنكرياتيك ديودينال. السوبيرو بنكرياتيك ديودينال ده جاي من الجاستريك ديودينال ارتري وغذى الابر بارت اوف هيد اوف بنكرياس والابر بارت اوف ذا ديودينم اباف ذا امبولا اوف فاتر. هنا بقى السوبيرو ميزنتريك ارتري يروح رادد بقى عليه بالانفيرور بنكرياتيك ديودينال ارتري اللي برضه بيمشي في جروف ما بين الهيد اوف بنكرياس والديودينم، ويغذي اللور بارت اوف ذا هيد اوف بنكرياس بالانسينيت بروسيس، ويغذي لك اللور هاف اوف ذا ديودينم بلو امبولا اوف فاتر. وبعدين بقى هتبص تلاقي ال سوبيرو ميزنتريك ارتري ده ليه تو بوردرز، بوردر كونفكس على الناحيه الشمال وبوردر كونكيف على الناحيه اليمين. وسبحان الله الخلاق العظيم ربنا خلق كل واحد كانه مختص بحاجه، قال لك الليفت كونفكس بوردر دي مختصه بالسمول انتستين. الليفت كونفكس بوردر باينه في الرسمه دي احلى، ادي الليفت كونفكس بوردر طالع منها اوب 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 اوب، يقول لك 12 ل 15 جيوجينال اند ايليال برانشز. وطبعا حيث انها ايليال والجيوجينال برانشز يبقى لازم عشان يوصلوا الجيوجينال والايليام لازم يعدوا فين؟ يعدوا ما بين التو لايرز اوف ذا ميزنتري اوف سمول انتست. والجوجن والإيليال برانشز دول طالعين لك من الليفت كونفكس بوردر اوف ذا سوبيرو ميزنتريك ارتري. دول تبص لهم راحوا عاملين انستموس مع بعض، وبعدين راحوا متفرعين، وراحوا عاملين انستموس مع بعض، وبعدين راحوا متفرعين ويعملوا انستموس مع بعض، ويعملوا لك الحاجه المشهوره اللي احنا خدناها زمان واحنا بناخد الموبايل بارت اوف سمول انتستين اللي اسمها ارتيريال اركيدز، اركيد اللي هي الارشاد دي
الكيرفز ارتريز دهي. كل الكيرفز ارتريز دي اللي اسمها الارتيريال اركيدز. ده الجوجنم والإليال برانشز غزيناهم. الصراحة غزينا الجوجنم والإليام كله ما عدا آخر الترمينال بارت اوف إليام. لأن الترمينال بارت اوف إليام ده آخر حاجة بيتغذى هناخده منين كمان شوية. بقى الناحية اليمين الكونكيف دي متخصصة. الناحية اليمين الكونكيف دي هيطلع لك منها ثلاثة كوليك أرتريز. دول بقى باينين في الرسمة التانية الحلوة دي. التلاتة كوليك أرتريز دول مين؟ ده أول كوليك أرتري بيطلع. بيروح رايح يمشي ما بين التو لايرز أوف ترانزفيرس ميزوكولون. ده اسمه ميدل كوليك أرتري. ليه سموه كوليك؟ عشان طبعا رايح للكولون. ليه بقى ميدل؟ أصل أنت الناحية اليمين من الكولون رايح لها أرتريز. والناحية الشمال من الكولون رايح لها أرتريز. فالأرتري بقى اللي في النص ده تبع الجماعة اللي على الشمال ولا تبع الجماعة اللي على اليمين؟ ده اللي دعوة بالشمال ولا اللي دعوة باليمين؟ ده بيغذي الترانزفيرس كولون في النص ده. عشان كده يسموه ميدل كوليك. الميدل كوليك ده يا جماعة بيمشي ما بين التو لايرز اوف ترانزفيرس ميزو كولون. وبيروح متفرع لليفت برانش ورايت برانش. الليفت برانش والرايت برانش بتوعه دول رايحين فين؟ سيمبلي عشان يعملوا انستموزس مع الارتريز اللي حواليه. فمثلا اللي على اليمين دون ده بيعمل انستموزس مع الاسندنج برانش. اسندنج برانش اوف رايت كوليك. واللي على الشمال دون بيعمل انستموزس مع الاسندنج برانش اوف سوبيرو ليفت كوليك. ده يا جماعه الميدل كوليك ارتري. بعد كده بقى الرايت كوليك ارتري. الرايت كوليك ارتري ده يا جماعه ده ماشي ناحيه اليمين ريترو بريتونيال، ماشي على بوستيريور داون وول، ماشي ناحيه اليمين ريترو بريتونيال، وروح عامل كروسنج زي المعتاد للمصل اللي هنا باخواتها اللي قدام الرايت سواس ميجور بالريليتد ستراكشرز. واول ما بيقرب من الكولون بيتفرع الرايت كوليك داون اللي هو ماشي ناحيه اليمين لاسندنج برانش يعمل انستموزس مع الرايت برانش اوف ميدل كوليك، والديسندنج برانش بتاعها يعمل انستموزس مع البرانش اللي جاي له من الارتري الجاي اللي اسمه اليو كوليك. بيغذي ايه الميدل كوليك ده يا جماعه وبيغذي ايه الرايت كوليك ده؟ وان الميدل كوليك ده بيغذي الرايت تو سيرد اوف ترانسفيرس كولون. الرايت كوليك بيغذي الابر تو سيرد اوف اسندنج كولون بالرايت كوليك فليكشر. فالرايت كوليك والميدل كوليك بياخد تلتين تلتين، بس ده تلتين الميدل كوليك بياخد تلتين الترانسفيرس، والرايت كوليك بياخد الابر تو سيرد اوف ascending colon. نيجي بعد كده هو بقى لل iliocolic. الiliocolic ده يا جماعه برضو هيمشي ناحيه downward and to the right عشان يوصل في اتجاه الرايت iliac fossa. وطبعا هو نزل downward and to the right برضو ماشي ورا البريتونيال ريترو بريتونيال، عامل كروسنج للانتيرو ابدومينال وول للبوستيرو ابدومينال وول، وبرضه هيعدي على الصوص واخواتها. اول لما بيقرب من الكولون بيتقسم ل سوبيرو برانش وانفيرو برانش. طبعا السوبيرو برانش ده بيطلع يعمل انستموزس مع الرايت كوليك، والانفيرو برانش الانفيرو برانش ده هيتفرع لاسندنج برانش يعمل انستموزس مع اللي فوقيه، و ينتهر الإليوكوليك بأن هو يعمل أنستموزس مع السوبيرو ميزنتريك نفسه near the iliocecal junction. الإليوكوليك ده واضح من اسمه إليوكوليك، بيغذي إيه؟ إليو بيغذي الترمينال إليام،
وبيغذي السيكم، لانه بيدي لك ارتريز اسمها انتيرور سيكل وبوستيرور سيكل ارتريز، وبيغذي الابندكس لانه ده اللي بيطلع لك الابندكولار ارتري، زائد ان هو بيغذي اللور سيرد اوف اسندنج كولون. فهو اليوكوليك، اليو تيرمينال إليان عشان بيدي تيرمينال إليال برانشز، وبيغذي الابندكس ابندكولار والانتيرور بوستيرور اوف سيكم انتيرور بوستيرور سيكل، وبيدي لك اللور سيرد اوف اسندنج كولون. هل كده السوبيرو ميزنتريك ارتري ناجح عمل المستهدف منه ولا لا؟ طبعا احنا اتفقنا الميدجت من اول امبولا اوف واتر لحد الجانكشن بتوين رايت تو سيرد وليفت تو سيرد اوف ترانسفيرس كول. فبرافو عليك يا سوبيرو ميزنتريك، ده انت غزيت اللور هاف اوف ذا جيدنم واللور والانسينيت بروسيس واللور هاف اوف ذا ديودينم بيلوز امبولا اوف فاتر، ودول اللي جايين من ميدجارد بالانفيرور بنكرياتيكو ديودينال ارتري. وبعدين برافو عليك غزيت الجوجنم والإيليام بالجوجنال وإيليال برانشز. وبعدين برافو عليك غزيت الكولون الإليوكوليك بالإليوكوليك، غزينا التيرمينال إيليام والأنتيرور بوستيرور اوف سيكم بالأبندكس باللور سيرد اوف اسندنج كول. برافو عليك اديت الرايت كوليك اللي غزى الابر تو سيرد اوف اسندنج كولون والرايت كوليك فليكشر، وبرافو عليك اديت الميدل كوليك اللي غزى الرايت تو سيرد اوف ترانزفيرس كولون. ويبقى 100 السوبيرو ميزنتريك ارتري قام بالخطه المستهدفه ليه. ويبقى Thank you for good listening and good luck.